تابع مشاهدينا الكرام، انطلاقة شوط الختام تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا هنا المنطلق هو الشوط الرابع عشر في مجموع الأشواط، وشوطنا الرابع عشر الخاص هنا بتحديات وانطلاقات هذا الشوط هنا عرضية هذا الميدان الختام والخاص بالقاف هنا البكار. إذا من هنا أصحاب السمو الشيوخ نتابع المقدمة، نتابع الصبور لهجن سيح السلام بمتابعة هنا المضمر سيف بن أحمد بن خريدة من يتابعها على الصدارة وعلى المركز الأول. الكاسبية تأتينا على المركز الثاني من هجن سيح السلام أيضا بمتابعة سعيد بن سالم لنيبي، والشاهينية هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلال ثالثا المركز الرابع. المركز الرابع والمنطلقة هنا زعفرانة من هجن سيح السلام بمتابعة فهد بن حصين النعيمي من يتابعها الانطلاق والأداء، بينما من الجانب الآخر خامسا النقلي هنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع علي بن هزيم المسافري، والقادمة الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي. أن تنطلق هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل الوصول هنا في هذه اللحظات من الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي من تأتينا سابعا وثامنا هنا أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة. هذه هي النتيجة لمراكزنا الأولى لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا الصبور على الصدارة على المقدمة من هجن سيح السلام بمتابعة المبدع سيف بن أحمد بن خريدة من يتابعها على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني الكاسبية على المركز الثاني هنا أيضا من هجن سيح السلام بمتابعة العنيد سعيد بن سالم لنيبي، وعلى المركز الثالث ذات الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي النخلي، على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم يتابعها المكتشف علي بن هزيم المسافري، وعلى المركز الخامس القادمة الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وسادس المراكز زعفرانة لهجن سيح السلام بقيادة فهد بن حصين النعيمي. المركز السابع أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم عارش بن مبارك بالقوبة في التضمير، وعلى المركز الدنا الثامن الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي الأسماء المذاعة والمنطلقة بهذه التحديات الجميلة. اثنين كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط، والصدارة والتغيير الذي طرى وجرى على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا النخلي من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن هزيم المسافري من يتابعها على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تأتينا الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي على ثاني المراكز. والمركز الثالث هنا أفراح على المركز الثالث تصل لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم يتابعها طارش بن مبارك بالقوبع. والكاسبية الكاسبية هنا المنطلقة بهذا التحدي الجميل لهجن سيح السلام تابعت سعيد بن سالم لنيبي رباعية رباعية جميلة. خامسا تأتي الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلال. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط.
هنا لازالت النخلي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هو على الصدارة لسه مشتق حمدان بن محمد بن راهل بن سعود المكتوم بقيادة علي بن هزيم المسافري والكيلومتر الأخير الشاهينية في المركز الثاني هجن العاصفة مع غياث الهلالي أفراح هنا القادمة بهذا الانطلاق لدموشق مكتوم محمد بن راهد بن سعود مكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع والقادمة هنا الكاسبية من هجن سيح السلام بمتابعة سعيد بن سالم لينيبي ولكن هنا الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا النخلي وأفراح القادمة النخلي وأفراح هنا في صراع والشاهينية كذلك قادمة الله التحديات الأخيرة للانطلاق والأداء المميز هنا أفراح من غيرت على الصدارة أفراح على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في هذه اللحظات أفراح أفراح والنخلي أفروح والنخلي هنا في هذا الصراع الجميل النخلي تبغي النقطة الرابعة في هذا الصباح هنا للنخلي وإنتاجه ها هي تشاهدونها إذن النخلي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط أهانينا أهانينا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم على فوز النخلي بالمركز الأول ولحظة وصولها إلى قط النهاية معلن الفوز والناموس والنقطة الرابعة شكرا للمكتشف علي بن هزيم المسافري المركز الثاني هنا أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم المركز الثالث الشاهينية هجن العاصفة المركز الرابع الكاسبية لهجن سيح السلام والمركز الخامس وصلت الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لنتائجنا هنا الخمسة الأولى هنا نعود مشاهدينا الكرام إلى النخلي ولحظة وصولها بالفوز وبالناموس بثمان دقائق خمس ثواني تسعة من الأجزاء من الثانية توقيتها زمني تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم والتهنية لعلي بن هزيم المسافري هنا أيضا ثمان دقائق سبع ثواني ستة من الأجزاء من الثانية توقيت أفراح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم شكرا مضمرة الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبة بينما الشاهينية ثمان دقائق تسع ثواني ثمانية من الأجزاء من الثانية توقيت زمني هجن العاصفة تهانينا غياث الهلالي وإلى ملخص سباق صباح هذا اليوم.